صباح الخير البنات، واش راكم؟ نتمنى كامل راكم لاباس. نتمنى كامل راكم الحمد لله. درت العمليه البارح و ما بغيش نحكي. اول وحده حبيت نشكرها بزاف 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 ياسين، حبيت نشكر سندس دورماز، شكرا، ثانك يو سو ماتش. و اوكي درت العمليه البارح، عمليتي كانت مع 9 تاع الصباح، بصح انا كنت خايفه بزاف. كل ما يجي يقولوا لي مشي ندوك نقول لهم قارعوا زيدوني ساعه زيدوني ساعه زيدوني ساعه، حتى العمليه درتها على 10 تاع الليل. درت العمليه، لا درت ماشي 10 تاع الليل، درت الخمسة، دخلت للبلوك على 5 تاع الحشيه، خرجت على 3 تاع الصباح. العملية تاعي كان فيها 10 سوايع، ودرت ثلث عمليات في عملية واحدة، على بها قعدت 10 سوايع داخل البلوك. خدمت صدري، درت قص وارف، راكم تشوفوا فيه كيفاش راه صغير، كيفاش راه بومبي. خدمت صدري، خدمت كرشي، خيطوا لي العضلات وهبطوها لي وخدموها لي، تحفة تحفة تحفة. مانيش راح نحط التصاوير عندي، راني راح نحط the picture you're gonna see it in unique zone Istanbul. التصاوير راكم راح تشوفوهم هنايا في unique zone. وخدمت في خاضي، في خاضي، لا ماشي في خاضي، الشحم اللي قلعوا في عملية واحدة. خدمت الزدر، قص ورفع، كرشي قص وشد، والشحم اللي بقى اللي تزايد قلت لهم ما تقيسوش، ديروه لي منا مع الجوانب في ترمتي. عملية ما هي سهلة، والطبيب عيا بزاف، كانوا زوج طب عليا، ما كانش طبيب واحد. ربي يبوم بيك اختي، السمنة ماهيش مليحة، خلط في عمري السمنت حتى كلبت، ودروك راني نحي فيه. السمنة ماشي مليحة البنات.